شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. صباح الخير الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كل شيء مزيان، ما كاين ما يشوش كيف العادة، والحمد لله والشكر لله، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة. كيف ما لاحظتوا، كيف قلنا في واحد العنوان الفيديو البارح، مسمار وطرقنا ليه هو الفاكسين. الحمد لله اللي كنا كنشيرشيو عليه ونقلبوا عليه ونقلبوا عليه، احنا كملناه والله الحمد لله فاكسينا. وتحية لخوتنا وحبابنا جميعا. واليوم ان شاء الله الخوت، اليوم ان شاء الله قررت غادي ندير لهم هذا العشوب، بلاتي هذا اللي غادي ندير لهم هو هذا العشوب، هذا لو تي ديال الشركة ديال الطاكا ديال لو تي، راه الله يعمر هذا. درنا الماء هنا يتطبخ كيف كتلاحظوا، هو هذا دابا غادي نطفيو ليه المويه، هي هذه غادي نطفيو ليها. احنا طفينا الماء، من بعد غادي نشدو واحد الاناء، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. حنا ما علينا، هو نيت الخوت، هو نيت هنا غادي نديرو. هنا درنا 3 لتر ونص ديال الماء، يعني غنديرو 3 د المعالق ونص هنا، 3 د المعالق ونص. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. كيف لاحظتوا الخوت، العشوب هو هذا، لو تي هو هذا ديال الطاك، والمعلقه هي هذه، معلقه كبيره، كنديرو 3 د المعالق ونص. ها العشوب هو هذا، هنا ها المعلقه الاولى، ها المعلقه الثانيه، ها المعلقه الثالثه، واحد الريحه اللهم بارك، ها نص معلقه فقط. درنا 3 د المعالق ومن بعد نسدو. راه عندو داك الفران ديالو هنا، كنهضر مع الناس المبتدئين، راه عندو داك الفران هنا بحال اوكسي فيتامين، تا هو عندو هكا، كنسمع الطق طق، ها شتيه طق طق، كنحيدو منو بعدا الريح، الاكسجين اللي كاين لداخل كنحيدوه، ها وكنسدوه وكنديرو في هاد المويكة هادي، كنديرو في المويكة ديالو، هادي هي المويكة فين كنديرو، وكنسدو كنحطو عندي في الماريو ديالي، ها وما ما يخاف حتى شي حاجة، صافي وسد. علاش درنا العشوب؟ كيف لاحظتو الخوت، هو غادي نخليوه تقريبا غنحسبو ليه تلت ساعة، فهمتيني، حنا غادي نحسبو ليه ما بين ربع ساعة، ثلث ساعة، حتى نص ساعة كاع. إلا وهنا ما كرهناش الإخوان يزيدوا واحد شوية ديال السكنجبير، غا شوية ديال السكنجبير، ولا كاينة الحلبة، الحلبة حبوب، يلوحوا واحد شي شوية ديال الحلبة هنا باش تطلق، السكنجبير والحلبة، هادو جوج حوايج. وتخلي دابا ها نتوما كيف لاحظتوا، أنا حركتو باش داك العشوب يتخلط مع الماء، صافي، ونبعد منه، وغادي نغطيه، نغطوه بحال هكا ونخليوه ونحسبوا ليه ثلث ساعه ان شاء الله، وعاد نصفيه. وخليكم معنا الخوت، لا تقطعوا كيف العاده ولا تستقطعوا. وتحياتي لخوتنا واحبابنا، تحيه صباحيه للاخوان جميعا، كاع متتبعين، اخوكم في الله الفرات جمال، تحياتي لكم من هذا المنبر. الخوت احنا رجعنا لكم من بعد نصف ساعه، ها هو كيف كتلاحظوا راه تطلق. ناخذ واحد الاناء معدني اللي هو الكوكوت، وغادي نرجعو فيه هذا، ومن بعد غادي نشللو هذا وداك الدخان نلوحوه نخويوه، وغادي نرجعوه هنا ونخليوه يبرد ان شاء الله بحول الله. الصفايه ديالنا راه هي هذه، ها هي كنديرو ليها كومسا، طريقه سهله مهله، هذه هي الطريقه ديال تحضير العشوب، هي هذه هنا تحية لخوتنا وحبابنا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تحية لخويا رضوان والابن ديالو خالد، وسلامية، وما نساوش البطل ناصر الطويلة. أنا الخوت تنخليو دابا هادشي هذا، غادي نلوحوه ديال أتاي، حنا غادي نديرو ليها صافي السقطر، غادي نشللو وغادي نرجعوه لهاد البلايصه ديالو فين كان، ونخليوه يبرد. وان شاء الله راه دابا تقريبا التسعود قريبه اونس ديال الصباح، حنا غادي نمشيو حتى للمكانه، خليكم ها نتوما الخوت، التسعود وخمسة وعشرين، التسعود وخمسة وعشرين، ديك الساعه كانت التسعود، كانت التسعود وخمسة وعشرين، كانت التسعود قل قسمين. يلا خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. هنا دابا الخوت غادي نرجعوه لبلاصتو باش نحطو الكوكوت الموالية،
الكوكوط غادي نشللوها، غادي نشللوها باش نتعاوش علينا شي غادي. صافي شللنا الكوكوط نرجعوها لبلاصتها. ايوا وهذا كيف قلنا الخوت نحاولوا ما امكن نطلعوا، هذا غادي نطلعوا للسطح ان شاء الله بلاصه مبرده باش يبرد، لان دابا كيف قلنا راه 9:30 ديال الصباح. غادي نعطيوه بهاد اللعيبه هادي كومسا ان شاء الله ونخليوه في السطح، وان شاء الله نتلاقاو مع الثلاثه العشيه باذن الله باش نقدموه للحمام. وتحيه كبيره لخويا جهاد والاخ سمير والاخ البشير والاخ مصطفى الاص والاخوان كاع اللي كتحبنا، وخويا خالد، خالد والاب ديالو الحاج احمد حتى هو ما نساوش، خويا نور الدين حتى هو ما نساوش، كاع الاخوان اللي كيحبونا. وما نساوش اول كومونتير بدون منازع الخبر في راسكم وخليكم معنا. والحمد لله بعدا حيدنا الفاكسان الحمد لله، خليكم معنا حتى لديك ثلاثة د العشيه ان شاء الله نكملوا الفيديو. يلا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، كي داير انا الخوت بخير عليكم؟ كلشي مزيان، الاحوال ما كاين ميشوش كيف العاده، والحمد لله والشكر لله. الله يحفظكم وينجيكم جميعا الاخوان. كيف كتلاحظوا اليوم طيبنا اليوم داك العشوب اللي بينت لكم قبيله داك في الصباح، دابا راه الساعه تسيل تشير الى الرابعه والنصف، هذه الرابعه والنصف. اليوم طلعت لي القرده مزيان، يعني كبحال مش نقول لك سي خلص الماء خلص الضو زمر طلع داكشي طلع لي القرده الراس، يعني انا اصلا ما مساليش باش نمشي نبدا نخلص الماء والضو. صافي واخا هادشي داكشي شخصي وكنقولوا انا اللي اش نقول لكم، انا كانت فيا شي حاجه كان ما كنسكتش ما كنخبيش بالعربيه، كانت شي لعبه ما كنخبيش، كلشي كنقولوا كلشي كنقولوا. سمحوا لي الخوت، هذاك طلع ديال تسنى في لاسام ديما جيت الربعة ونص واصلا انت ما مساليش، ما طبيعه الحال طلع لك القرده. كيف لاحظتوا الخوت قبيله راه حنا صاوبنا راه هو يا العشوب صاوبنا، ما عندناش معاه ما نخلطوا ما نكذبوش على الله. ها هو غنزوميو شفتوها الطنجره هي هذه، الله يجازيها بخير الطنجره، الله يرحم ليها الوالدين واخا ما عندهاش الوالدين. كيف قلت لكم ما نزيدش نطول عليكم، بالنسبه للطلقه ديال اول طلقه اللي طلقت مع الاخوان الله يرحم ليهم الوالدين، قلت مشاو ليا اربعه الحمامات على حساب الحساب اللي ناقص في الاناث. الذكور اللهم بارك الذكور كاملين جاو كاملين، بالنسبه للاناث قلت باني ناقصين اربعه الحمامات والله اعلم، يعني في الاخر كتبقى شاك في الاخير المطاف كتبقى شاك، لان واخا الطلقه ديال الرباط والله واخا يكون عندك حمام ديال الكرونديزار، لان الطلقه الاولى كيكون فيها ستريس كيكون فيها الخوف، يعني الحمام ما كيكونش مولف البوانية دي اول حاجه. دوزيام حاجه ديك الطلقه ديال ان الحمام ما مولفش انك تخرجو على برا، يعني يمشي تطلق من شي بلاصه ولا دي راه كتكون عاده جلول راه كتكون الخلعه بوعو، هادشي اللي كاين، يعني كيكون داك ستريس. كيف قلنا حنا طلقنا الحميمات قلنا اربعه البياسات ناقصين، البارح جات وحده فري، كنا فاش كنا كنفاكسيونا والاخ والبطل رئيس الجمعيه السلويه، كنت انا وياه كنفاكسيو في الشجنه ديال البروديكسيون، حتى كتبان لينا حمامه كدور على الدار تماما، لقينا حميمه كاينه الحمد لله جات هبطات، يعني بقاو ثلاثه د الحمامات. اليوم في الصباح ما كاين حتى شي حاجه، طن هذه باق مقلق لق شي حاجه دخلت ليا فمي. دابا فاش جيت قبل ما نخلص الماء والضو طلعت للفوق قلت راه نطلع كنلقى وانا سبوتنيك سادها، ساد سبوتنيك داير لي داك الكرياج، كنطلع كنلقى جوج اناث ها هما جاو، يعني باقا حمامه وحده الخوت اللي باقي، يعني ديك الهضره اللي قلت فري كاينين اربعه الحمامات ناقصيني في المطلق الاولاني، وعلى ما شكيت انا هادو هما الحمامات الاخرين اللي بقاو في البوانيا، لان في الطلقه الا لاحظتوا في الطلقه طلقت الحمام خرج الحمام مجموع بقات شي بقاو شي حمامات في البوانيه لداخل، والحمام فاش طلقتو تاوريونطا دغيا وشد الطريق شد الاتجاه ديالو مشى، وهذوك الحمامات اللي بقاو في البوانيه تقولبو، يعني ولا الرباط 4 كيلومتر ولا الرباط غير حداك ولا 5 كيلومتر يعني غير حداك، راه بامكان الحمامه ما تفهم والو، متفقين؟ وانما ليسونسييل يعني في اخر المطاف خص الحمامه ترجع. دابا هادو راه باقي ما تفاكساوش الخوت، هادو باقي ما تفاكساوش. انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير لهم هاد اللعيبه هادو طرطقات باش غادي نعلمهم بان هاد الحمامات ما مفاكسينش باش ما نتلفش عليهم، وغادي نعقل على السيريات ديالهم شحال عندهم في الاخر، وندير لهم الطريقات هادو
باش نعقل عليهم باش منين يوصل الفاكسان لهنايا نفاكسيهم. وبالنسبه لخويا يوسف راني فيرسيت ليه اليوم الفلوس ديالو كيف كتلاحظوا. الله يجازيه بخير والله يرحم ليه الوالدين من هذا المنبر. الورقه هي هذه باش فيرسيت ليه الخوت. ها هي غادي نشدكم. هذه هي الورقه باش فيرسيت ليه الشركه العامه. هذه هي الورقه باش فيرسيت ليه فلوسه والله يرحم ليه الوالدين. ها هي الخوت الورقه باش فيرسيت ليه فلوسه هي هذه والله يرحم ليه الوالدين من هذا المنبر. وتنشكروه يعني قليل ان الشخص يكون ما كيعرفكش كيف قلنا الشخص. ها انا ذا الخوت. قليل في ان الشخص يكون ما كيعرفكش يبغي يدير معك هذه الخدمه. انا ما نكذبش عليكم انا يعني كيف كنقول ما كنبغيش نكذب ما كنقولش انا ما كنكذبش غير كنقول انا كنحاول ما امكن داك الكذوب نبعد منه نهرب من الكذوب. اما الكذوب راه الا جيتي تشوف اي ماشي اي واحد نقدروا نقولوا 99.9999% ديال الناس كيكذبوا لان الكذوب تقدر تخرج غير شي حاجه تلقائيه من فمك بلا ما تحس بها وراك كذبتي. مثلا غير مثلا راه وقعت شي حاجه بسيطه غادي تبغي تخبي على جمالي نضحك تقول من لا ماشي انا وانت غاضحك معاه مرة في حد ذاته راه كذوب هذاك فهمتيني. لان كيف مثلا تيقول لك الحلال مبين والحرام مبين فقط وراه الكذوب كاين واللي ما كذبش راه باين كذبتي كنحاولوا كيف قلنا ما نكذبوش هادشي اللي كاين والحمد لله والشكر لله. وما عرفتش كاع علاش قلت انا هاد ما كنكذبوش ويمكن نكذبو ما عرفتش كاع علاش الموضوع علاش جبدته. صافي ما علينا ما نزيدش نطول غادي نشدو هاد الحميمات غادي ندير لهم طريقات. وكيف قلنا هيا عاد عقلت يعني ان الانسان تخيل معايا واحد القديد الكذوب. انا تفكرت علاش قلت الكذوب يعني انا ما نكذبش عليكم انا كشخص انا ما عنديش الوقت باش غادي نهز انا شي حاجه مثلا راه الخدمه نبغي نقضيها وانما الوقت ما عنديش باش غادي نمشي نشري واحد الحاجه وغادي نديها للكار ونتسنى مول الكار وهذا. وشوف الاخ يوسف الله يجازيه بخير ديما تنقولوا وغنبقى نذكروا ديما في فيديوهات الاخ يوسف من مدينه اكادير. خويا يوسف الله يرحم لك الوالدين انا كنقولها ونزيد نقولها راه انا ماشي نكار الخير راه كاين كاع اللي دير فيه الخير والله يذكرك مره واحده في فيديو ومشيتي متي ما يترحمش عليك ومشيتي متي ما بقاش كاع يسوق ليك. علاش صاحب حاجته هذا كيتسمى انا ماشي صاحب حاجتي غنبقى نذكرك اخويا يوسف الله يرحم لك الوالدين يا ربي يا ربي ترحم ليه الوالدين. خويا يوسف من اكادير ترحم ليه الوالدين يا ربي امين انه عتقنا وما نساوش خويا جهاد حتى هو الله يرحم ليه الوالدين الله يشافيه من ديك الرجيله. خويا جهاد الله يشافيك تحيد داك الحديد من رجليك يا ربي تشافيك وتحيد داك الحديد من رجليك وترجع الى العاده ديالك الحياه اليوميه ديالك ما تبقاش غادي تقيل برجليك. وهذا راه شوف الله كيف قال ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. خلينا من داك النفاق ومن داك الضحك واحد ما يحملكش يبقى يقول لك علاكا بعدا بخصوص هذه القضيه ديال واحد ما يحملكش بعدا ها بوجور اليوتيوب فهمتيني الناس المختصين في اليوتيوب ها البوجور ديالهم فهمتيني انهم عندك ديزلايك هكا ما بقاتش حيدوها غا باش نقولها لكم حيدوا ديك الديزلايك. علاش؟ لانهم هما لقاو بان ديك الديزلايك فيها واحد المبالغه يعني كيلقاو واحد الشخص حيت حتى هما كيقراو اليوتيوب. غا باش نقول لكم الخوت واحد المعلومه صحيحه باذن الله يعني هما راه كيقراو. شنو تيقراو؟ انا مثلا الفيديو فاش كنلوحو شنو كيديرو؟ كيقول لك تريتمون اونكور. علاش؟ كيردوا لي البال تيقراوه تيشوفوا الفيديو واش مطابق ولا لا واش الفيديو فيه شي حاجه سافا با ولا لا بحال الدم بحال الموسيقى بحال هذا بحال النهار ديال الحفل لحت انا وفيه غير الغوات وفيه شي حاجه الموسيقى قليله عطوني افيرتيسمون الموسيقى حيت كاين واحد الموسيقى اللي دني هانيه غير في الافلام اللي كيديروا شي موسيقى ولا شي حاجه مصريه ولا شي حاجه كيبان لك الصوت حبس. علاش الصوت حبس؟ لان ديك الموسيقى ممنوع تطلع حقوق البت وحقوق الطبع فهمتيني ممنوع تبان ديك الموسيقى. داكشي اللي كاين ما غاديش نزيد نطول عليكم الخوت. الله يرحم لك الوالدين اخويا يوسف وخويا جهاد والاخوان كاع اللي كيحبونا والبطل خويا اللي جا عاوناني في الفاكسان خويا رشيد الله يرحم لك الوالدين. وهادشي اللي كاين دابا هادو كيف قلنا ما نزيدش نطول عليكم راه فيا الهضره بزاف 8 دقائق اللي هضرت والحمد لله راه الحميمات كيفانوا ليا راه ما في صحه جيده. هادو راه باقي ما تفاكسانش راه فيهم الجوع تيقلبوا على ما يرعاو وغادي نشدهم وغندير لهم طرطاقات. خل 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 خل
خط 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 عايفين الخط لا تعيفين ها هذا بادي علاش غطيح هادي هادي فيها 27 في الاخر 27 في الاخر غادي نقولها الطقطقة هادو راه باقيين ما هادو كيف قلنا باقيين ما تباكساوش هادو كيف قلنا الخوت باقي ما تفاكساوش هادي فيها 27 في الاخر هي هادي غادي ندير لها فوق الباك الطقطقة فوق الباك هادي فوق الباك هي الطقطقة فوق الباك بالنسبة للخوتة الاخرى عندها واحد السيف مالية مهرس شتي هادي كتعنتت بزاف هادي شتيها عندها واحد السيف مالية عوشة هي ضعيفة ها هو سيف عوش حنا غادي نقادو ليها باذن الله ما كاينش مشكل لان باقي بعدا ما طيحاتوش هاد السيف مازال غادي طيحو هو جاي في الطريق هادي باقي ليها جوج ربعه سته سبعه باقي ليها سبعه ديال السيوفه اللي باقي ليها وحنا ما مطرقه من التحت وغادي طيح حنا مطرقه من التحت وضعيفه هادي عرفتي شكون هادي هادي بنت نتوما ديال الونسو هادي بنت الصبليونيه هادي كتشبه لما غادي نقول لها الطقطقة هي راه ماشي مشكل الخوت ماشي مشكل الحمامة تطير لا شحال قلنا هاديك 27 غنتفرج في فيديو 27 وهادي هادي 45 في الاخر هادي 45 في الاخر حنا غادي نطلقو الحميمات وخا قال لي الاخ رشيد اغريس ما طلقش الحمام غادي نطلق الحميمات ان شاء الله وبالنسبه لواحد الشنيبي راه كنمشي ليا الخوت واحد الشنبورطوبي كنمشي ليا راه باقي تالف لحد الساعه دابا هادي 8 ايام هو تالف واليوم في الصباح حتى كان غادي يهبط عرفتي كيولا بحال السفول اليوم في الصباح راه حتى كان غادي يهبط حتى كان غادي يهبط اليوم في الصباح كيف لاحظتوا الذكور انا غادي نطلق الحمام كل واحد وقرايته كيف قالوا انا غادي نطلق الحميمات ها ما شفتهم مستعدين يخرجوا ونصفر عليهم يهبطوا وان شاء الله يكون الخير والتيسير امنين فاكسينا الحمد لله والشكر لله الحميمات كيف كنقولوا بانوا لي كلهم صحه جيده يعني ما كاين لا حمامه لوات عن قال والو تحيه للبطل رشيد اغريز زعما تبارك الله كي فاكسي كيعرف فاكسي حيت راه انا راني فاكسيت الخوت راني فاكسيت ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه كنفاكسي الحمام لعباد الله انا اللي بغيت نقول لكم الطريقه باش كيفاكسي الاخ الطريقه باش كيفاكسي الاخ رشيد اغريز الطريقه باش كيفاكسي الاخ رشيد اغريس طريقه احترافيه يعني ما نكذبش عليكم راه قلت لكم تنحاول ما امكن ما نكذبش ياك الطريقه باش فاكسا انا مرة الاولى خليت ليه البيستولي كيف قلت لكم انا مرة الاولى انا طلقت الدوكور دابا مرة الاولى راه ما عنديش الوقت هذا هو المشكل اللي طلع لي الدم الوقت ما عنديش دابا باغي الصباله ديال التبن ما عنديش منين نجيبها وغدا باغي ندير مطلق كيف قلت لكم الخوت باش ما نطولش عليكم فاش شد البيستول انا خليته يفاكسي هو خليته يفاكسي لانه حتى هو كيفاكسي كون ما عجبتنيش الطريقه ديال الفاكسان ديالو والله الا حط يدو تماك واخا الله يرحم ليه الوالدين لا نقول لي انا نفاكسي انا بيدي فهمتيني وانما شفتوا الطريقه باش كيفاكسي طريقه احترافيه يعني الاخ رشيد اغريس تحيه لي ماشي بحال شي وحدين حيت راه ما بقاش انك تشد البيستولي ودخل في عنق وضرب راه هادشي اللي كيديروا راه شحال من واحد هنا انا غن الاول بغيت نتعلم البيستول ها هو نسيبي كيشد نسيبي كيشد والله ما نكذب عليك بعض الخطات كندخل البره من هنا وكتخرج من الجهه الاخرى فاش كنضرب كيطوش البرودوي كيطوش تخبط لي الحمام كامل تقبت وخرجت عليه راه هو كيشد وراه غيتفرج فيديو يقول لي كاينه والله الا خرجت لي على الحمام وليني تعلمت ليه في حمامه فاش جيت فاش ساليت منه هو اول مره غادي يشد البيستولي ساليت منه هو جيت انا لحمامي حمامي كذلك هو مثال بق مقلق لق 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 قضيه شويه داز صافا تعلمت عاود في حمامي حيت مشيت الحمام اخوك الثالث وفاكسيته مزيان وبقيت غادي من تماك المسيره مشات حتى ولينا كنضربوا 900 حمامه في النهار واحد النهار ضربنا 600 حمامه في النهار غادي كتبقى تجمع فهمتيني هادشي اللي كاين الخوت وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن كاع اللي كيحبونا وكيسالوا عنا ها هما الذكور الخوت ها انا ذا هما هادو الذكور طيران راه طيران عادي
مزيان علاش انا طلقتهم واخا كي بعض الاخوان تيقول لك حقا والواد لا ما طلقش الحمام الفاكسان ما الفاكسان طلقنا الحميمات راهما باتوا البارح طلقناهم دابا باش لا سيركيلاسيون دو سون يعني الدم الدوره الدمويه باش كتحرك حيت كل ما داروا واحد المجهود مثلا تحركوا الدم كيدور انا هذه قرايتي والله اعلم واش صحيحه ولا غلطه هذه قرايتي الدم هذيك هذا القلاق داك الاسود عند عرفتوه من قارو كحله ونشدوا لكم شوفوا هو شتوها هو القلاق الاسود هو ما علينا يعني انا اللي قلت مع راسي داك لا سيركيلاسيون ديال الدم كدور باش الدوي يتحرك في الذات ديال الحمامات اللي قلت والله اعلم ما علينا الحميمات ها هما هي كيف كتلاحظوا حنا غادي نصفروا لهم واحد شويه هي الصفاره هي هذه حيت شحال واحد صورني على الصفاره شحال كدير 20 درهم وكاينه عند العزيف في القريه هادشي اللي كاين كاينه عند الاخ العزيفه واحد الحميمه شوفوها شوف دبر راسها حنا خليونا مع ديالنا الخوت دابا خلينا ان شاء الله حنا غادي نوجدوا لهم الماكله ديالهم باش الحمام يشبع طيران حتى يبغى يهبط عاد نصفر عليه دابا ما غنصفرش عليه لانه خصو يبقى يتحرك بزاف لانه مازال تابع لونطريمون هذا هو العشوب راه ما زدت ليه حتى شي حاجه كاين اللي كيزيد ليه الكليكوز يعني السكريات الكليكوز كاين واحد الباط كيزيدو مع العشوب وكيعطي للحمام السكريات كاين اللي كيعطي العشوب السيك انا كنعطيه السيك هادشي اللي كاين يلا تحياتي لكم ولا تقطيعوا كيف قال الاخ رشيد ولا تستقطعوا اقول لي دابا انا طالع لي الدم الخوت هانت طالع لي الدم جيت باش نحط هاد الميكه ديال الدره الحمراء ها هي جيت نحطها قصها مع هاد القنت هذا وهي تكب ليا قول لي واش ما غاديش يزيد يطلع لي الدم ها انتوما الله ينعل دين امو الشيطان ولاني هذا الشيطان حيت الشيطان كافر تقولوا لي لا الدين ولا هذا هو عنده شي دين بعد الشيطان باش حيت كاينين بعض الاخوان الله يجازيكم بخير بعض الاخوان اللي كيبغي مثلا يبغي دوك صحاب التناقض هذوك اللي ما بقاش تلقى لهم ديك ديزلايك ما بقاش تلقى لهم خاصهم يكتبوا في كومونتير يقول لك حقا ما تبقاش عاير الدين الشيطان شوف الشيطان الا كان عنده الدين الشيطان الا الشيطان بغى يخرجنا من الاسلام الخوت الشيطان راه واعد الله عز وجل قال لي بانهم يوقف الامه محمد يخرجنا من الاسلام والله الله ينعلو هذا الشيطان الله ينعلو فيما كان شي شيطان الله ينعلو هادشي واش ما يطلعش ليا الدم هذا يلا باغي نخلط الماكله للحمام والله لا اله الا الله محمد رسول الله يا سيدي ربي يا سيدي ربي نخلطوا شويه ديال الماكله الخوت يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا ها هو الصفاره الثانيه الخوت شفتوها هذه هي الصفاره الثانيه حاطه سكور عندي جوج يلا خليكم معنا كيف كتلاحظوا الماكله عاديه الخوت هنا هذه البشنه ديال الفراخ هذه غنيه شويه بالزيوت الزوان عاود ديال الفراخ ها هويا الزوان ديال الفراخ هنا هذا الشعير هذا الرز مقشورو القمح الدره الحمراء اللي غنديروا له نزيد واحد شويه ديال الدره الحمراء والدره البيضاء كاينه وكاين شويه ديال الكاردي وتحيه لخوتنا وحبابنا ارض الوطن وخارج ارض الوطن وبالنسبه لخوت الفاكسا حيت شحال من واحد عيط ليا راه عيطوا ليا الناس بزاف 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 نيت بالمعقول كيف قلنا راه عيطوا ليا الناس بزاف بالمعقول على ود الفاكسان الخوت انا راه جبتو حيت راه ما بغيتش نتحرج مع الاخ يوسف الله يجازيكم بخير حيت شحال عيطوا ليا تيفلت بلا ما نبقى نقول له الاسماء ولا هذا عيطوا ليا بزاف ديال الناس وما كاين حتى مشكل يعني راه بنادم اللي كيبغي الحاجه راه كيقلب عليها متفقين راه عيطوا ليا الناس والخوت راه داكشي اللي كاين راه الفاكسان اللي بغى الفاكسان راه كاين في اكادير يقلب عليه في اكادير وشوف ليه صيفطوا ليه مدينه اكادير هادشي اللي كاين في مدينه اكادير كاين الفاكسان الحميمه تما كيدوروا على الدار ونتمنوا الخير نتمنوا ديك الحمامه اللي باقا تالفه لينا تجي ها هما واحد جوج حمامات شوم نتمنوا الحمامه اللي باقا لينا تجي حنا ما بغينا حتى شي حاجه تضيع لينا ما بغينا حتى حمامه تضيع ان شاء الله حنا غادي نعطيهم العشوب طلقنا عند الحمام باش يتسوف له واحد شي شويه كيف قلنا طلقنا الحميمات باش يتسوف له واحد شي شويه ان شاء الله الى كتاب باش ني تيشربوا لنا حتى الماء ني تيشربوا لنا الخوت اللي مزيان غبره تشوف خصنا ان شاء الله نخدموا غدا ان شاء الله الى كتاب غدا ان شاء الله ندير واحد التدريب عاوتاني هاد الخطه غادي نطلق الحمام كل حاجه في وحده ان شاء الله
نطلق كل حاجه بوحده. يلا الخوت نديرو الشرابه نغسلوها، هي خرجنا هذه اللي عندنا زوينه، الاخرى راهي دخلنا البروديكسيون. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. بالنسبه للعشوب احنا نخويو اليوم الخوت العشوب. ها هو انا الخوت كيف كتلاحظوا هذا هو العشوب لو تي، ها هو ديال الدك راه كحل. راه خلينا ما داك ديال السيرو بحال السيرو كيقول لك داك ليكيد. ها نتوما امي ها راك حلا عشوب عشوب نيت بالمعقول. هذاك ليكيد الخوت ما خدامش، لان غير واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم، انا تنقول لكم ديما كنجرب فراسي وكنقول داكشي اللي خدم ليا واللي ما خدمش ليا انا، فهمتيني؟ بغض النظر على الهضره ديال بنادم وديال هكا، لا كنهضر على داكشي اللي جربته انا. كيقول لك صار المجرب يعني سولني انا صار المجرب ليس الطبيب. بالنسبه لذاك العشوب واحد السيد عندنا هنا هنا عنده حانوت لو تي ناتوريل، داك ديال الشركه ديال ناتوريل، حل واحد ما كيبيعون داكشي بالتقسيط، حل واحد يعني الريحه ديالو مزيانه عاديه تقريبا. ما كاملاش شهر كيبيع فيه التقسيط واحد النهار. والله العظيم الا انا بغيت نعبر لشي واحد قال لي عمر لي هاد القريعه، بغيت نعمر لي فاش كنشم الريحه خانزه وانا نسدو وانا نحطها. قلت لي لا ما نعمرش، يعمر لي انت. قلت لي راه هادي راه خاسر. قال لي لا. قلت لي راه هادي ماشي هي الريحه خانز، حاشاكم خانز والله العظيم تا خانز. قلت لي هذا راه خسر لك، هذا راه بيريمي. قلت لي راه هو ليكيد بعدا كيضربوا البرد، كيضربوا البرد راه كيتاكسد. قلت لي راه بيريمي. قال لي لا لا دات ما. قلت لي هذا راه بيريمي. قلت لي شحال وانت حال؟ قال لي تقريبا شهر. قلت لي هذا راه ما خدامش، غتبيع البنادم راه يقدر شي واحد يموت ليه حمام ولا يمرض ليه حمام ويجي يشنق عليك. قلت لي دبر راسك. واحد السيد عندنا هنا كيبيع هادشي التخربيق، هذا ماشي دريس، واحد اخر هنا الله يهديهم وصافي. يلا الخوت نسافروا على الحميمات يهبطوا. كيف كتلاحظوا هما هادو معاهم واحد الحمامه دفليه مقصه من جناحها، مقصه من جناحها، ديما كنقول معاهم حمامه ياك. ايوا سبحان الله العظيم. حنا غاديين دابا نهبطوا ما نصفروا عليهم ونهبطوهم ان شاء الله. ها خوت دابا غادي نعطيهم الميكله ديالهم ان شاء الله. ها انتوما شفت الحمام راه باغي يهبط، حنا غندير لهم نعمر لهم المعيلفات ديالهم. هانا غادي نعمروا لهم كيف قلنا المعيلفات. ايوا فيديس بسم الله، باش فيه بطيه كل ما كلاش ضربوا تران. نزيدوا شويه الحميمه تبارك الله، تبارك الله الحميمه راه كياكلوا عندي مزيان. غادي نحاول غدا ان شاء الله تنفيق من النعاس ان شاء الله ونديروا شي غادي ندير واحد شويه ديال الماكله كيف العاده. عندك شويه ديال الماكله كيف العاده وبغاو يهبطوا. سير 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 هبطوا. سير 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 لاباس ما هبطوش. عندك كيف العاده واحد شويه ديال الماكله الفوق. هنهزو هذا الكرسي المتحرك، هو هذا الحمام هو غادي يهبط. سمحوا لنا الله يرضي عليكم، ما كنقدرش نشد هكا، سمحوا لنا. الوقت كالسيف الا ما تقطعه قطعك. غير شويه ديال الماكله، ها هي شويه رشت الحمام غادي يهبط. يا بسم الله على بركه الله. هانا الخوت كيف كتلاحظوا، صافي دابا نخليو الحميمات يهبطوا. انا نصفر لهم دابا ان شاء الله غادي يهبطوا وندير لهم شويه عاود فوق السبوتنيك. هذا هو الدريساج الخوت هنا فوق السبوتنيك. نحيدوا هذا الكرسي المتحرك وانا معاكم، خليكم معنا. دخل 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 ها الحمامة هاي الدلا دابا الخوت. دخل 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 اش دار لكم الخوت. الحمام ولا كيهبط فوق ها نيشان، حيت الحمام في المطلق ما غاديش يجيوك 23 حمامه ولا 40 حمامه. الحمام غادي تجيك بحال هكا، تجيك حمامه جوج ان شاء الله غتهبط ديريكتومون فوق التقليزه لهي. هابطين الاخرين فوق الخياطه كاع ما حشمو. ها هو بحال الله الا بحال واحد. دخل 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 دخل
دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل طلع 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 ثلاث حفلة. دخل اوليدي دخل دخل ها هو داك لينيفو مسخو اللي بقى دابا بوحد هو يدخل شتو نيفو ولا بيض اخوت انيفو ولا بيض ها نتوما اورني دي تي داك خدمتها هبط اوليدي هبط كيف لاحظتوا ديك الصناديقه راه خدمات ليا زوينه ان شاء الله وغادي نشوفوا ان شاء الله في في الكوس حيت في الكوس كتجي حمامه جوج ان شاء الله من السماء لفوق ها ان شاء الله ادخل اوليدي كياكلوا عليك دخل انا الخوت كيف لاحظتوا الحميمات كلهم دخلوا طلقنا بعدا الحمام طاري يعني ما كاينش المشكل فاكسا راه فاكسينا وطلقنا الحمام يعني احنا غادي احنا نديرو تجربه كاين اللي كيقول لك حقا الواد لا ما طلقش الحمامات مثلا كله حيت راه كله والعقل ديالو فهمتي راه كله والعقل ديالو كله والفهمه ديالو كاين الطبيب اللي كتلقى الطبيب نيت بصح بالمعقول وكاين الطبيب اللي كتلقى غير كيخور اه كيخربق بحال انا واحد العام طبيب كانت عندي مسرانه الزايده مشيت لعندو قال لي عندك البرد في الكلاوي يلا زيد معاه والله العظيم هادشي بالضبط عام 92 والله الا في 92 مشيت لعندو قال لي عندك البرد في الكلاوي انا راه عندي مسرانه الزايده هذا شنو كيعرف ما كيعرف والو يعني كله قرايتو الخوت وكله بلاكتو على ظهرو كيف كيقولوا والله ما يسير ولا تعسر الاخوان كيف كتلاحظوا الحمد لله هما الامور غاده طيبه هاد الذكور هما وان شاء الله غادي نطلقوا الاناث وخليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا كيف العاده الخوت بالنسبه للذكور هما كلاو راه ما كيضربوا له الطي العشوب يعني راه واخا حار راه كيشربوه شتو راه لو الطي هادي قال لي الاخرى شي حتى لو الطي زوين لو الطي كي كينقي شنو بغيت والساعة انت هي كنتي لتحت واش تمشيتي شحال ساعه انا قولي لي الخمسة وربعة الخوت مشى عليا الحال صافي بنيتي انا غنهبط دابا كيف قلنا الخوت نطلق دابا الاناث ونحط لهم ياكل ونحط لهم العشوب ضروري نطلقهم بالنسبه لهذاك الشنيبي راه مضروب ضربوا لي الطير هذاك البدعي ضربوا الطير وماشي ضربوا الطير في المطلق ضربوا الطير عندي هنا لاني فاش كنت كنجمعهم فاش غادي نديه المطلق فاش كنت كنجمعهم غادي نديه المطلق كنلقى الشنبور ما عجبنيش قلبته لقيت فيه ضربات في جناحهم حنا مرا خايفه خرج 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 ديال الحبيبه زيدي ها انتم الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات ما كاين لا موتى لا والو ما كاين لا موتى الحمد لله لا والو سيد الطير اوليدي خرج خرج ما كاين لا موتى لا والو الحمد لله الحميمات يطيروا ان شاء الله سير بابا زيدي بنيتي زيدي زيدي راه باقي تابعكم السباقات السباقات ثم السباقات ثم السباقات خرجوا كلشي 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 خرج كلشي خرج فيهم الجوع هادي الحمامة اللي جات البارح هي هادي هاد الطوبية خرجي خرجي طير ضروري طير سير 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 سير, سير. طير طير تانتا طير 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 اصاحبي تانتا هي تبقات تمردن علينا هادو زعما كنت باغي نلعب بيهم ولي مكيبغوش يطيرو ليا هاد الشنبور هذا هذا ولد النتوى النتوى اللي كان ديال الاخ عصام 36 اللي كان عطى الحفيظ هذا وواحد خوه راه بداو راه قطعوا تبسبيسوا لاني هذا ما تيبغيش يطير خويف كيطير وكيهبط دغيا كيف قلت لكم كيطير وكيهبط انتوما الحميمات اللهم بارك شوفوا فين هازين هاما هاما الخوت هاما شوفوا تبارك الله بالنسبه لذاك البدعي غادي نصبغوا لي يمكن الخوت على ما بان ليا معاه اللون ديالو ابيض غادي نصبغوا لي يمكن هادشي اللي كيبان ليا غادي نصبغوا يلاه نتمنوا الخير والتيسير لينا ولغيرنا ها انا الخوت ها خو هاد الشنبور اللي تلف ليا هو خو هذا من هادي ها الشنبور هذا خو هاد الشنيبر هذا اللي مشى ليا شو هذا ها الحمام خايف ها انتم شوف تبارك الله شوف 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 اللعبة الخوت اللعب تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك حتى تراه الطير كيكون وحنا راه ما كنشوفوش الخوت والحمام كيشمو كيحس به الحمام راه كيحس بالطير جوج هما معزولين بوحدهم شتوهم ها ماما معليين بزاف تبارك الله
انا كنقلب التليفون يطيح انتم. اش دار لكم الخوت؟ انت شوف تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم بارك وزيد في ذلك. اما غادي للشميشه، غادي للشميشه، غادي للشرق، غادي للغرب، ها ما جايين. شوف شوف شوف، يلا شوف شوف واش يبانو. انا راه هنا ما كيبان لي حتى لعبه في التليفون، غامنيش كيف كنقول ديما، غامنيش. راه مشاو. ما علينا الخوت باش ما نطولش عليكم. قالت لي بنتي دابا طلعت، قالت لي 5:15، يعني باقي لي مازال ما نبريباري باش نمشي للخدمه ان شاء الله. اللهم يسير هذا مكان. يلا الخوت نتسناو دابا الحميمه تيشبعوا طيران، نحطوا لهم الماكله ديالهم ياكلوا ويضربوا له حتى العشوب ان شاء الله. وغدا ضروري، غدا ان شاء الله غادي ندير مطلق تدريبي، لان دابا كلشي ما بقى وقت. الفاكسين اللي كان دارنا راه فاكسينا الحمد لله. ها انتم الخوت شوف شوف، ام اللهم بارك وزيد في ذلك، الله يحفظهم ويحجبهم، يا ربي تحفظهم وتحجبهم. شوف شوف شوف، واحد جوج خرجوا بواحد الطريقه في شكل، شتيو ماما، واحد جوج خرجوا بواحد الطريقه في شكل بحال ما تفهم فيهم حتى. شوف 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 كي كيتخربقوا، شوف شوف هما جوج، والله ما تفهم. ماما جايين، هما جايين خايفين، خايفين الحمام. شوف 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 كيدير، شوف الحمام كيدير، الحمام خايف الخوت. ها انت يا دي حمامه راه خصها تلعب، هادي علاش ما طارتش؟ شتو الخوت هي حمامه، ها هي هادي اللي فيها الطرطاق، هادي هادي راه خصها تلعب، هادي علاش ما طارتش؟ صافي نخليو الحميمات ما نحقروش عليهم ان شاء الله. الحمام فينا هو؟ هما هادو اللي خرجوا، شتوهم الخوت؟ هما هما ثلاثه الحمامات هما اللي خرجوا فريق. ها هو كيف كتلاحظوا هما تلاقاو عاوتاني، هما جايين. وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. يلا خليكم معنا تيهبطوا الحميمات. كيف كتلاحظوا الخوت الهبوط ديال الحمام ان شاء الله. دخل 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 دخل. دخل دخل دخل. هادو ما درناش ليهم اللعيبه في الجعيبه، الماكله فوق فوق البلاكه ما درناش. دخل 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 دخل. كيف كتلاحظوا هبوط ممتاز، هبوط يعني ممتاز. دغيا الحمام هبط، هاد الشنيبر هذا خاصو يدخل. هذا مشى ليا خوه كيف قلنا الخوت، حنا ندخلوه من الباب، ما بغاش يدخل من، كيدخلش من سبوتنيك لانه باقي صغير، باقي ما طايرش. ندخلوه من الباب، سير دخل اوليدي تاكل، دبر على راسك سير. كيف كنقولوا هبوط ممتاز الخوت، وغادي نخليكم باش ما نزيدش نطول عليكم ان شاء الله. والله ما يسير ولا تعسر لنا ولكم وللجميع باذن الله. هي راه باقا ناقصاني حمامه من المطلق ديال البارح، ماشي المطلق ديال البارح، وين البارح باقا ناقصاني حمامه وحده. شكون هي هاد الحمامه؟ الله اعلم. يلا الخوت
تحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن كاع الناس اللي كتحبنا، اننا نحبهم في الله ودعوا معنا ان شاء الله يدوز هذا العام، هذا عام مميز وعام مليء بالفرح. الفرح حنا اللي كيهمنا هو الفرح والسرور والنشاط، وان شاء الله النشاط ديما ها هو شاط وديما النشاط باذن الله. ونخليكم الى فيديو قادم بحول الله، حيت الا بقيت بحال هكا غادي يمشي عليا الحال الخدمه، غادي يديروا لي الرو الدو. يلا الخوت تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.